طيب نروح لموضوع تاني الحقيقة، هو موضوع يعني ايه الناس كلها يعني شغالة عليه الأيام اللي فاتت، في حالة من الهجرة الجماعية من تويتر للأبليكيشن الجديد الخاص بشركة ميتا ثريدز، ومجموعة كبيرة جدا من الناس عملت أكاونت على ثريدز، ومش عارفة الأرقام وصلت لحد فين دلوقتي، لكن كنا بنتكلم عن 10 مليون أكاونت خلال ساعات، وده رقم كبير الحقيقة. في المقابل ابتدوا الناس يشوفوا انه في اعطال حصلت في انستغرام وفيسبوك وواتساب، ويعني يمكن الاف الناس اشتكوا من الاعطال التقنيه اللي حصلت في الابلكيشنز دي اللي كلها خاصه بشركه ميتا. طيب ايه اللي بيحصل؟ اعتقد ان معظم الشكاوى كانت ليها علاقه بخدمه الرسائل. ايه الحكايه؟ المشكله فين بالظبط؟ هل الموضوع له علاقه بانه مثلا ايلون ماسك بيرد على اللي حصل في انه يبقى عندنا ثريدز اللي بتملكه شركه ميتا، وعن حديثه انه نسخه طبق الاصل من تويتر؟ نتكلم مع حضراتكم اكتر بشيء من التفصيل مع المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس، والى اي مدى شايف مساله الهجره الجماعيه اللي حاصله من تويتر لثريدز، وهل ده مستمر ولا هي يعني الناس كلها راحت لهذا التطبيق ومش هيكمل بالشكل ده؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الساده المشاهدين. أول حاجة عايز أقولها إن 70 مليون شخص عمل حساب على ثريد في الوقت الحالي، وكل شوية الأرقام عمالة تزيد. تاني حاجة عايز أقولها لحضرتك إن أربع أخطاء، ودي متوقعة الصراحة، إن أول 5 أيام من انطلاق أي تطبيق في أي شركة بيحصل فيها مشاكل، بيحصل فيها ثغرات، بيحصل فيها تحديات، فإحنا بنشوف كتقنيين التحديات والثغرات دي، فبالتالي اللي حصل ده أمر طبيعي جدا جدا يحصل، وليه علاقة بسيرفر ميتا بشكل عام لأنه عليه ضغط كبير جدا. يعني حضرتك شايف إنه السبب أربع حاجات: عطل في انستجرام في الصور والفيديوهات ما بيتبعتوش، وتاني حاجة اللي حسابه معلق على انستجرام وقفل منه مش بيقدر يرجع عليه تاني، وتالت حاجة في تطبيق ثريدز برضو نفس النظام مش بيقدر يعمل لوج إن تاني على الحساب، ورابع حاجة وإن هي الفيسبوك ومنتجات شركة ميتا كلها مش مظبوطة عند بعض الناس لو حسابهم شغال، فأنا عايز الناس تاخد بالها الأيام الجاية دي كويس جدا، أي عطل يحصل محدش يتخض، كله يأمن نفسه بالطريقة الصحيحة اللي احنا دايما بنطلع ونوعي الناس بيها، وكله ياخد باله لأنه احنا في ترند عام كبير جدا، يعني ده أول تطبيق في العالم يحصل على عدد المستخدمين دول في عدد الساعات القليلة فقط. صحيح، وكان في يعني حديث عن باقي التطبيقات وانه ده ما حصلش في اي تطبيق قبل كده العدد ده في عدد عدد المستخدمين في عدد الساعات. شايف ان اللي حصل ده ممكن يخلي ايلون ماسك يرجع عن التطورات او التعديلات اللي هو عملها في تويتر خلال الفترات اللي فاتت، سواء مساله الفيريفيكيشن او كمان مساله التويتات وعددها؟ هل ده ممكن يخلي في تعديلات أو تغييرات تحصل في تويتر؟ وهل لو ده حصل يخلي الناس ترجع من ثريدز تستخدم تويتر ولا لا؟ أنا بحيي حضرتك جدا على السؤال اللي حضرتك سألتيه ده، لأن ده فعلا سؤال مهم جدا. بما إن حضرتك جبت سيرة إيلون ماسك فلازم نقارنه بمارك زوكربيرج. أول حاجة مارك عنده خبرة كبيرة جدا في إدارة منصات التواصل الاجتماعي وإنشاء المنصات لأن هو طول عمره شغال في الكارير ده. لكن إيلون ماسك لسه جديد في إدارة منصات التواصل الاجتماعي ومسك تويتر وبدأ يحط رسوم على كل حاجة فيه حرفيا، وده اللي خلى شركات كبيرة جدا ومنتجات معروفة قوي تعلن بره منصة تويتر. فبالتالي فرض الرسوم، وفرض الرسوم على العلامة الزرقاء، وفرض الرسوم على التويتات، هو خسر متابعين كتير جدا مستخدمين تويتر بشكل عام، رغم انه في بعض الدول رقم واحد، بدأوا الناس دي يعتمدوا منصة ثريدز ويكون هي المنصة الأولى في التويتات الرسمية والمنصة الأولى في كل حاجة. حتى رؤساء الدول بدأوا يخشوا على منصة ثريدز وهيعتمدوها برضو كمنصة رسمية لتداول الأخبار الرسمية البسيطة. صحيح، واعتقد انه ده يبرهن على يعني على دلاله نجاح ثريدز خلال الايام اللي فاتت، وبالتاكيد احنا قدام ايضا المزيد من التعديلات والتغييرات اللي هتطرا على ثريدز نفسه علشان يعني يناسب الجميع، لانه الناس بتتحدث عن انه يعني عايزين المزيد من التعديلات، ويمكن الناس لسه مش فاهمه التطبيق قوي، مع الايام اللي جايه هيفهموه اكتر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات.